السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على تشابتر 8. في تشابتر 8 راح نتعرف فيه على آخر موضوعين إن شاء الله راح نغطيهم في هذه المادة، اللي هو for each statement و passing array and passing element two methods. الـ for each بسيطة وسهلة، هي مكافئة تقريبا للـ for loop، بتمر على جميع عناصر المصفوفة أوكي من خلال for loop، ولكن الـ for each هي keyword محجوزة وتستخدم عادة مع المصفوفات، تستخدم مع المصفوفة أو المصفوفات. الآن الـ passing array إنه كيف ترسل، تقوم بإرسال المصفوفة من ميثود إلى ميثود أخرى، يعني كيف ترسلها وكيف يتم استقبال هذه الميثود وكيف التعامل معها. وعادة مثل ما حكينا لكم، تذكروا في المحاضرة اللي فاتت، الـ passing array دائما بيكون إيش الـ array لما ترسلها لـ ميثود بنسميها pass by reference، يعني أنت بترسل فعليا الـ reference، ما بترسل المصفوفة نفسها. والـ elements العناصر، لا، العنصر هنا passing by value، العنصر pass by value. نروح على الكتاب، بس نشغل لكم الكتاب، نشغل البرمجية. اوكي، نشغل الكتاب وهاي البرمجية. Chapter 8. ذكر المحاضرة اللي فاتت شرحنا هذا المثال، كيف تمر على عناصر مصفوفة من خلال الـ for loop. الآن راح أفرجيكم باستخدام for each. for each هي عندك for each statement، أوكي، بيحكي لك هي بتقوم بتكرار عمل معين على كل عناصر الايش، كل عناصر المصفوفه للانتير اري او كولكشن. طبعا احنا هون نتعامل بس مع المصفوفات، فبالتالي بيمر على جميع عناصر المصفوفه iterate through the elements of an entire array. الان for each هي كلمه محجوزه، اوكي. التايب اوف ايدنتيفاير بنحدد، اذا كانت المصفوفه من نوع انتجر فبنقول مثلا هون انتجر اكس، اذا كانت مصفوفه من نوع دبل بنقول دبل اكس، او اي او وات ايفر، شو ما تكون اسم المتغير هذا بتختاره انت. اختيار ان اسم المصفوفة اللي انت حابب تمر عليها، اسم المصفوفة حابب تمر عليها، اذا كان اسم المصفوفة حسب شو معرفة عندك بالبرنامج اسم المصفوفة، بصير الاري نيم هو اسم المصفوفة اللي انت بتتعامل معاها. هون ايش الجملة اللي بدك اياها تتكرر او يصير عليها العمل او يصير تكرار او يمر عليهم او يمر عليها الفور ايش، تمر على element element، عنصر عنصر. الان عادة مثل ما حكينا لكم اسم المصفوفه ما بتقدر يعني تغير فيه، هو اسم المصفوفه، اسم المصفوفه الموجوده عندك، مش تحط اسم من عندك، لا، اسم المعرف في البرنامج. مع المثال راح تشوف الان، هي مكافئه لفور لوب، نفس الشيء. هاي الفور لوب، فور لوب بتمر بتبدا بالعنصر بالكاونتر، بتعمل كاونتر وبتعمل عداد، ببلش عاده من زيرو واقل من الاري لينث، وبنزود واحد واحد هيك بالطريقه هاي. الاري اوف الكاونتر يعني بتمر على العناصر، اري اوف الزيرو العنصر الاول، اري اوف الون العنصر الثاني، اري اوف التو العنصر الثالث، حتى اقل من اللينكس. اذا كان اللينكس 10 فبالتالي في اقل من 10، اقل من 10 يعني العنصر الاخير اكيد راح يكون ايش الاندكس تاعه 9 مثل ما اتفقنا، اللي هو العند عدد الاليمنتس ناقص 1. نروح مثلا هنا، لنفرض عندي مصفوفه، بدي اعرف المصفوفه هاي، شوف المثال ونشرح لكم اياه بالتفصيل. الان الفور ايتش عندك مصفوفه، ماشي، هاي المصفوفة الموجودة أمامنا فيها عناصر، العنصر الأول في الموقع رقم 0 اللي هو 87، العنصر الثاني 68، العنصر الثالث 94، العنصر الرابع 100 إلى آخره. ففيها كم عنصر موجودين؟ نعدهم مع بعض، 2 4 6 8 10، أقل من 10، أقل من 10. الآن الـ for each هيها كلمة محجوزة، الـ for each كلمة محجوزة، integer number، number طبعا يعني اي عدد موجود جوا المصفوفه، ان داخل المصفوفه. هلا integer ليش؟ خلينا for each والبارنثيسيز هذول وضعناهم، اوكي. الان ليش حطينا هون integer؟ لانه لو رجعنا على نوع المصفوفه اللي بنتعامل معها، هون مكتوب integer، لو نوعها دبل بدك تكتب هون دبل، لو نوعها string بدك تكتب هون string. for each integer number، طبعا number هذا انت بتعرفه، ممكن تقول اي، ممكن تحكي عندك هون element، ممكن تسمي اي اسم بدك اياه. فانا راح اخلي number، يعني المقصود لكل رقم موجود او لكل element ايوه
فانت يعني هون الاسم تختاره، بتقول لكل عنصر من نوع انتجر اسمه، بدنا نسميه احنا نمبر، بدنا نسميه احنا في هذه المعادله نمبر، موجود داخل المصفوفة. طب ليش كتبنا array بالطريقة هاي؟ لأن هاي المصفوفة معرفة عندنا array، لو اسمها هون على سبيل المثال A أو B أو C، لنفرض هاي بنسميها B، فبتقول for each number in B. عرفت كيف؟ يعني أنت متقيد بهذا الاسم، هو هو اسم المصفوفة، فبالتالي اسم المصفوفة شو معرفة عندنا؟ النمبر كمان هاد؟ لا، هذا النمبر أنت ممكن نسميها E، يعني هاي بدي أحول لك إياه. أو خلينا نسميها matrix أو M for each M عندي مصفوفة. خلينا أنا أغير بالمثال حتى إنك تشوف إنه الأشياء مش ثابتة. إذا integer ثابتة ليش؟ for each كلمة محجوزة وهي بتقوم بتكرار عمل معين. هلا بنشوف لك تكرار الستيتمنت التابعة لها، طبعا ممكن تحط statement أو multiple statements إذا بدك توضعهم داخل إيش؟ داخل الأقواس، بما إنه ما في إلا statement واحدة تابعة، فبالتالي ما في داعي للأقواس، بما إنه ما في إلا جملة واحدة هاي، هذول الأقواس وجودهم وعدم وجودهم واحد. نعيد. طيب. For each كلمة محجوزة، كلمة محجوزة، parentheses بنفتحهم، integer لأنه نوع المصفوفة هون integer، و E أنا استخدمت رمز أساس. يعني إيه أول مرة راح يكون العنصر الأول، إيه راح يكون العنصر الثاني، إيه راح يكون العنصر الثالث، إيه آخر عنصر راح يكون كذا، فإيه هنا هو عنصر من نوع انتجر كل مرة بيمثل رقم من هاي الأرقام بالترتيب. إن حسب المصفوفة اسمها أم، فإن في المصفوفة أم الماتريكس أم، توتال تساوي، طبعا أنا حكينا لكم هي نفسها توتال إيكوال توتال بلس إيه. توتال، توتال قديم قديش انا عرفته متغير عندي زيرو، وزيد له اي اول مره بيزيد له 87، بترد لحالها بدون انت، ما في لا زياده كاونتر ولا اي شيء، مش زي هناك كنا نزيد الكاونتر لحالها مباشره الاي بصير المره الثانيه تلقائيا 68 بخزن هون 68 زاد التوتال القديم، المره الثالثه لحاله هو بياخذ العنصر اللي بعده، يعني خذ عنصر عنصر، هيك المقصود فيها، هاي المقصود فيها مر على عناصر المصفوفه لكل عنصر موجود في المصفوفه ام، أول عنصر اعتبروا كل عنصر فيهم الأول، ابدأ من الأول اعتبروا إيه وبلش خذهم. فأول مرة بيقول في عندك مصفوفة أم، أوكي بما أنه for each روح أمر على كل عنصر، أول مرة راح اعتبرك العنصر الأول أنت إيه، فبقول 87 أنت إيه، بيطبق الجملة. المرة الثانية ترى راح إيه تعتبر العنصر الثاني، فراح يعتبرها 68، بيحط 68 هون وبكمل المعادلة. المرة الثالثة 94 وبيضل بنفس الطريقة. اخر شيء لو طلعنا راح يطلع لك المجموع الموجود عندنا، المجموع الموجود عندنا، فبتمنى انكم فهمتم ايش الفور ايتش، فبالتالي يعني اذا بتحبوا كمان هاي بوضح لكم اياها اكثر. نجرب بس شغله، اوكي الان نختار بس لون احمر مثلاً. اوكي الان for each e، طبعا مره ثانيه for each هي كلمه محجوزه، تحل لك اياهم واحد واحده، الام لانها هي المصفوفه المعرفه عندي هون، اوكي، و انتجر اللي عرفناه هون، انتجر اللي عرفناه هون سوري انتجر اللي عرفناها عندنا المصفوفة، ناخذ اللون الاخضر مثلا، اعتمادا على نوع المصفوفة، بما انه هذا النوع انتجر فهو من هون اخذناه انتجر، اي اخذناها، الام اخذناها من هون. طب ظل عندك اي تعريف المتغير، اي هذا اي اللي عرفناه هون، هذا اختياري، هذا الاختياري، اللون الاصفر هذا راح يكون اختياري، هذا اختياري، هذا اي انت اي اسم بدك اياه. طب اي شو بيمثل؟ نمشي على اي شو بيمثل فعليا عندنا، اي راح يمثل لك مجموعه من المتغيرات، راح يمثل لك اول مره اي ايش راح يمثل لنا، اي راح يمثل اول مره راح يمثل لنا ال 87، ثاني مره ايش راح يمثل لنا؟ راح يمثل لنا
ال 68. ثالث مره راح يمثل لنا بدون، يعني هو لحاله تلقائيا بتنقل، فالفور ايتش تتنقل وتمر عليهم عنصر عنصر، تنقل وتمر عليهم عنصر عنصر. فبالتالي يعني خلينا بس احكي لكم، يعني ايه اول مره هذا العنصر، ايه بعدين ثاني مره هذا العنصر، ايه بعدين تصير هذا العنصر، بعدين تصير هذا العنصر، هذا العنصر، هذا العنصر. فاذا اول مره التوتال قد ايش؟ صفر. صفر زائد اول مره تلقائيا بتصير اي هذا العنصر، ثاني مرة اي بتنتقل وتصير هذا العنصر، ثالث مرة بتصير هذا العنصر، رابع مرة هذا العنصر، خامس مرة هذا العنصر، سادس مرة الى مثلا 10 مرات. فاذا اي تتنقل، ليش تتنقل؟ لانه انا قلت له فور ايتش انتجر اي، فكل عنصر اي نفترض اسمه يعني موجود داخل المصفوفة ام، مر لي عليه وطبق هاي الاوبريشن. هاي الاوبريشن انا بحددها، مش ضروري زائد زائد، توتال تساوي توتال زائد، ممكن اقول توتال تساوي توتال ضرب اي توتال تساوي كذا، او اي معادله انت بدك اياها، او اي تساوي اي ناقص واحد، زي هيك اي شيء بدك تعامل فيه في هاي المصفوفات بالطريقه هاي. فاذا نتذكر الام اجباري، اسم المصفوف هون انتجر حسب نوع المصفوفه، فور ايتش هي محجوزه، اي هنا هو خيار عندنا، طبعا ان كلمه محجوزه هون فور ايتش اي ان ام، وطبق عليها المعادلة. فبتمنى يعني كمان هيك وضحت لكم إياها بشكل أكثر. أوكي، بتمنى أني طبقت لكم إياها هيك بطريقة محددة أفضل. طيب نروح نرجع مرة ثانية على المصفوفات وعلى الفور إيتش، حكينا لكم عنها. الآن passing array and array elements two methods. الآن passing array كيف نرسل المصفوفة؟ هلا احنا بنعرف مصفوفة، بس كيف بنرسل المصفوفة وكيف نتعامل معها؟ فعندنا خليني بس احكي لكم يعني هون نشوف. هلا عرفنا مصفوفة، مثلا مصفوفة اسمها hourly temperatures. الان modify array وبعثنا له، وبعثنا هذه ال وبعثنا اللهم صل على محمد، بعثنا هذه المصفوفة. كيف نرسل المصفوفة؟ شايف هاي مصفوفة ارسلناها كيف؟ فقط من خلال اسمها. اذا يتم ارسال المصفوفة فقط من خلال اسمها. إذا pass طلع هون شو كاتب له، بقول لك pass the reference of array hourly temperatures to method اسمه modify. طب لوين وديناها؟ للميثود اللي اسمها modify. فإذا عندنا أنا ميثود اسمها modify، هايها ميثود. طب شو عرفني أنها ميثود؟ راح أفرجيك شو عرفني أنها ميثود، هايها وجود parentheses. فإذا أنا أرسلنا، بس إيش أرسلنا؟ pass the reference، أرسلنا مرجع reference، راح هلا افرجيك اياها ان شاء الله على الرسم بطريقه واضحه. every array object known as طبعا في length، بتعرفوا انت length تاعها معروف، سهل جدا تعرف length. كيف بدي اعرف length اي مصفوفه؟ اسم المصفوفه دوت length، هذا المقصود فيها، ف امورك سهله انك تعرف length للمصفوفه. طب كيف بنستقبلها؟ هذا هنا بالبرنامج. طب كيف الاستقبال؟ الاستقبال مختلف. الان راح نشوف الاستقبال هاي المصفوفه، سوري هذا الفانكشن. الان كيف بنستقبلها هون بين الأقواس لما يكون التعريف تاعها؟ بدك تكتب نوعها، وبدك تحط إيش عندك السكوير براكتس حتى تدل إنها مصفوفة وتحط بي. فإذا هناك هاي الاستدعاء الكول، هاي ميثود كول بسموها، وهون كيف بدنا نكتب الميثود، هاو فور ميثود رايتنج، يعني كيف بدنا نكتب هذا الميثود، كيف بدنا نكتب هاي الميثود. نكتب هاي الميثود طبعا void أو integer، بترجع بترجعش اسم الميثود، افتح قوس وسكر القوس. الان شو الاشياء اللي بتستقبلها هون؟ بتستقبل مصفوفه. كيف بدنا نميز انه بتستقبل مصفوفه عن بتستقبل رقم؟ لو حكينا دبل بي بدون هذول السكوير براكتس اللي باللون الاخضر، فراح تلاقي انه هو راح يفهم انه راح يستقبل رقم من اسمه بي من نوع دبل، لكن اذا وضعنا السكوير براكتس راح يعرف انه هو بيستقبل مصفوفه. وراح نشوف كيف عمليه الاستقبال، طبعا باس باي ريفرنس. هلا راح نشوف عاده كيف اذا بعثنا مصفوفه او اذا بعثنا عنصر. اذا بعثنا مصفوفه الباس باي ريفرنس ببعث انت ريفرنسها، اذا بعثنا عنصر ركزوا على هاي المعلومه، عند ارسال عنصر فبالتالي ايش؟ باس باي فاليو. اوكي، فبالتالي ا كوبي اوف، سموها لما تبعث عنصر ا كوبي اوف ذا اليمنتس فاليو، تبعث ايش؟ كوبي نسخه قيمه، يعني نسخه من قيمه العنصر الموجود. طبعا خلينا نروح على المثال، في مثال بسيط وسهل. اللهم صل على محمد، هاي فور ايتش، هاي هون عندنا مثال اخر. طبعا خلينا كومنتس هذا المثال، مثل ما حكينا لكم ما بصير اكثر من مثال البروجكت الواحد فيهم مين.
الان ببليك عرفنا عندي مصفوفة، ركزوا معي، عندي مصفوفة اسمها array، وشو عناصرها؟ 1 2 3 4 5. عندنا مصفوفة اسمها array وفيها عناصر 1 2 3 4 5. الان ال for each مين بيشرح لنا هاي؟ for each integer value هون، value اسم انا اخترته. لكل قيمة من نوع integer سميتها انا او برمز لها value باسم value موجودة في المصفوفة array، روح شو سوي العمل هون، مش اجمع او اعمل، قم بالطباعة console dot write line value. فمين بيقول لي شو بطبع هاي؟ راح تطبع لنا 1 2 3 4 5. روح على مصفوفة array لكل عنصر فيها طبق الامر هذا، ايش هو الامر؟ طباعة. حلو، لان هون بدنا نستدعي call الميثود modify. كيف بنستدعي الميثود؟ باسمها. وكيف بنستدعي المصفوفة؟ كمان باسمها. اذا اول نقطة نتركز فيها، استدعاء المصفوفة عادة بيكون فقط بالاسم. طب اذا لازم يكون عندي modify array method معرف اساس هيك انا استدعيته. نروح على modify array. modify array هيو موجود. طيب عادي public static void هذول بنعرفهم، modify اسمها، بفتح قوس integer نوع المصفوفة واسم جديد إلها. فانا هون اخترت اسم جديد إلها اسمها array 2. ليش وضعنا هذول الاقواس؟ عشان نميز. لو هيك مين بيقول لي لو هيك شو معناته؟ معناته هيك انا بستقبل عنصر من نوع انتجر اسمه array 2، اسم العنصر. بس انا فعليا ما بستقبل عنصر، انا شو بستقبل؟ بستقبل مصفوفة. كوني بستقبل مصفوفة اجباري احط هاي الاقواس. الان مشينا، فعندك عدد من الصفر لاقل من اللينث. كيف بنعرف لينث هاي المصفوفة؟ array 2.length هذا موجود اللينث معرف. هذا اللينث بيعطيك total number of elements in all dimensions of an array. اوكي. الان counter plus plus وبنزودهم، فاذا بتبلش من الصفر كل مره بتزيد واحد، مر على المصفوفه لا اقل من اللينكس تاعها، اقل من اللينكس تاعها اذا بمر عليهم كلهم. ليش اقل؟ لو حطينا لانه اللينكس هون مثلا اذا خمسه، وخمسه اقل من خمسه يعني اربعه، فالعنصر الاخير هون لو رجع المصفوفه مخزن في الموقع الاندكس رقم اربعه راح تلاقيه. هلا راح ارسم لكم اياها، او انا جهزت لكم رسمه على الباوربوينت راح توضح هذا الكلام. كل عنصر امسكه اضربه في اثنين، ناخذ هاي المعادله، كل عنصر اضربه في اثنين وبنشوف شو اللي بيصير. خلينا اروح اول شيء ارسم لكم لما ارسلنا المصفوفه كيف، او جهزت لكم رسمه بسيطه توضح هذا الكلام. هلا عندي انا مصفوفه اسمها array معرفه هاي بالمين، وفيها ارقام 0 1 2 3 4 الاندكس تاعها، وفيها انا مخزن ارقام، الارقام المخزنات فيها ايش؟ خليها انا هون اوكي، نعملها اللهم صل على سيدنا محمد، بدناش كروب ولا اي شيء، ليش هيك؟ طيب ايش مشكلة برسمها من جديد انا. insert table كم عنصر عندي؟ 1 2 3 4 5. حلو، نجيب المصفوفة هون، خلينا نصغر حجمها. حلو، لان عنصر المصفوفه اسمها array فيها بالموقع الاول واحد، الموقع الثاني اثنين، الموقع الثالث ثلاث، الموقع الرابع اربعه، في الموقع الخامس خمسه. الموقع الخامس شو الاندكس تاعه؟ الموقع الخامس الاندكس تاعه اربعه بس قيمته خمسه، يعني لما الاندكس ببلش من زيرو بعدين زيرو في واحد. فاذا عندك مصفوفه، هاي المصفوفه قمت بايش؟ بايجاد الاندكس حطيته فيها ومريت عليها. الان في عندي جبت لكم معي انا قبل شوي من هون، خلينا ناخذ الكوبي للكود. هذا الكود ايش بصير؟ الان انا عرفت هاي المصفوفه جوا المين وهاي الاندكس تاعها. لما قمت بارسالها للميثود، ارجعكم يعني تحملونا بدكم تحملون، استقبلتها باسم ايش؟ استقبلتها باسم array 2، استقبلتها باسم array 2. حلو، اذا ركزوا معي، خلينا اول باول نركز المعلومات. اذا انا استقبلت المصفوفه باسم ايش؟ باسم array 2. لما استقبلتها باسم array 2، لاحظ استقبلت المصفوفه array بarray 2. الarray شو كانت بعثيت لي اصلا؟ هي بتبعث لك ريفرنس، فarray 2 صار مرجع بيأشر بيرجع على array. اذا لما ترسل المصفوفه رسلنا اسمها، لما استقبلناها استقبلنا array 2. الارسال اتفقنا انه الarray عاده المصفوفات الباس باي ريفرنس. شو يعني باس باي ريفرنس؟ يعني array 2 بوصلها ريفرنس مرجع لوين؟ على بتأشر عليه array. فإذا array 2 مؤشر صار يأشر على اللي بأشر عليه array، يعني
أضيف كمان line لكم ممكن أوضح لكم أكثر. يعني هلا لما نحكي array ترى فعليا هو مؤشر، هذا المؤشر بيأشر لنا على المصفوفة، فبالتالي خليني بس أكبر لكم إياها شوي تشوفوا. يعني array هي مؤشر، اسم الاري مؤشر بأشر على مصفوفة هيها، وarray2 تأشر على نفس المكان اللي بأشر عليه array، لأنه بعثنا الريفرنس تاع array لهي المصفوفة اسمها array. حلو. إذا الآن عندنا معادلة، شو اللي بدنا اياه؟ هاي المعادلة تذكروا هاي قبل شوي كان مكتوب في الكود، لونها بلون مختلف شوي، لون الأحمر. اوكي، انا معادلة ايش بتحكي لك؟ المعادلة بتحكي لك الاري تو اوف الكاونتر، اري تو اوف الكاونتر يعني اري اوف ال قديش مثلا اول مرة، والكاونتر عندك بتغير بلش من صفر، اري اوف الصفر تو اوف الصفر تساوي اري تو اوف الصفر ضرب 2. هلا اري 2 كم قيمة اري 2؟ كم قيمة اري 2؟ اري 2 قيمتها نروح اري 2 اوف الصفر، اري 2 هيها لاحظوا معي هون ركزوا، اوف الصفر المندكس رقم صفر كم قيمتها؟ 1 ضرب 2 وتساوي كم؟ تساوي وتساوي 2. انت شو بتحكي له؟ بتحكي له روح على اري 2. طب ما اري 2 هي مرجع لاري، يعني كانك بتحكي له روح على اري. شايفين اري 2 هاي بنقدر يعني بالكومبايلر، لانه الاري 2 بتاشر على نفس اللي بتاشر عليه اري، فلما نقول له روح على اري 2 اوف الصفر روح على اري يعني اوف الصفر. اري اوف الصفر قديش قيمتها؟ 1 ضرب 2 لانه هاي معطى معنا بالسؤال وتساوي 2، فبقول له روح على الموقع هذا غير صور شو قيمته الجديده؟ 2. بيزيد الكاونتر، الكاونتر بصير 1، فبقول له array of الواحد تساوي array of الواحد ضرب 2. كم قيمة array of الواحد؟ array of الواحد قيمته هاي array وof الواحد الاندكس واحد مخزن فيها 2 ضرب 2 وتساوي 4، فبيخزن هون ايش؟ بيخزن هون 4. array of الاثنين نفس الشيء، بيجي array of الاثنين كم قيمة array of الاثنين؟ 3، 3 ضرب 2 وتساوي 6. روح على array of الثلاث، قديش array of الثلاث مخزن فيها؟ طبعا احنا ليش بنخزن؟ لانه طلع الناتج تاع كل ناتج المعادلة هاي وين بده يتخزن؟ في array of الثلاث، لانه array of الكاونتر تساوي array of الكاونتر ضرب 2، اذا كان array number الكاونتر قيمته 3 فهون بنعوض 3، والكاونتر قيمته اكيد 3 بنعوض هون 3، array of الثلاث 4 فيها ضرب 2 وتساوي 8. فعليا احنا بنضرب كل عنصر. بس طب شو الفكرة من السؤال؟ الفكرة من السؤال يفرجيك انه array 2 هو مرجع على array، وarray هي مصفوفة، فبالتالي الarray 2 لما نتعامل مع الarray 2 كأنه فعليا نتعامل مع الarray. فالتغييرات وين صارت؟ صارت على array، لأنه أنت عندك مصفوفة واحدة إلها مرجعين، اسم الأول اسمه array 2 والاسم الثاني اسمه array، فأي تغيير من خلال array 2 هو فعليا تغيير من خلال لا على array بشكل ايش بشكل غير بشكل مباشر، يعني بصير التغيير بشكل مباشر عليها بس من خلال اسم اخر اللي هو ريفرنس اخر اسمه array 2. فالتغييرات كلياتها بتصير على المصفوفه، فالمصفوفه صار عندك 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10. حلو. فاذا نرجع الكود بس يخلص من هذا، بتكون كل العناصر تم ضربها باثنين. لو نرجع احنا هينا هون طبعنا العناصر وديناها، لو نطبع العناصر عناصر اري عناصر اري قبل شوي طبعناهم كانوا 1 2 3 4 5 6 5 سوري، لما نرجع بعد ما استدعينا الميثود وصار في تغييرات نرجع نطبعهم، هل بضلوا 1 2 3 4 5؟ لا، عناصر اري تغيروا من خلال الميثود، لانه الميثود كان فيه ريفرنس، فبتلاقي راح تلاقي العناصر 2 4 6 8 10. حلو. لا لو ارسلنا اري اوف الثلاث، نروح على المصفوفه اري اوف الثلاث شو قيمته؟ اري اوف الثلاث قيمته 8 الجديدة صارت، لأنه بعد هذا الكود المرحلة هاي 8 موديفاي إليمنت 8، لما ودينا له 8 بنودي مرجع ولا قيمة؟ لا بنودي قيمة بس 8. فإذا هون ننسل بنبعث كوبي نسخة نسخة، إذا ما أرسلنا مرجع للأري نفسها، فبالتالي
لو اجينا هون نشوف كيف بيستقبلها. استقبلها بدون هاي الاشاره. ليش استقبلها بدون هاي الاشاره؟ لانه انا بستقبل عنصر، ما بستقبل مصفوفه كامله، عنصر قيمه واحده. فهون فعليا كانه قال لك element تساوي 8 مباشره، ولا ما في علاقه صار بين المصفوفه وبين element، بس اعطاك قيمه الموقع رقم 3 اللي هو قيمته 8. الان 8 element تساوي element ضرب 2، 8 في 2 16. ففعليا هون الاليمنتس كم راح يصير قيمته؟ طبعا هاي كانت تكون كاتبه، بصير 16، بصير 16. فاذا بطبع. طب لو رجعنا على المصفوفه الاصليه قلنا لها الموقع 3 تاعك شو قيمته؟ اروح على الباوربوينت اوضح لكم اياها. احنا ودينا الثمانية الاليمنت كم صار قيمتها؟ صار قيمه الاليمنت صار تساوي 8، بعدين احنا ضربناه في 2 صار يساوي 16. هل شايفين في مرجع من هون لهون؟ ما في مرجع، هذا بس اخذ النسخه، صار 16 اليمنت ما لها دخل في الموقع هذا، هذا الموقع ظلت قيمته 8. فلما نرجع على الاري ونطبعها بتضل قيمتها 8. طب ليش ظلت 8 وهون تغيرت في اري 2؟ اري 2 هون مرجع، هون لا، باخذ بس قيمه الموقع نسخه. يعني انا بضرب مثال عشان افهم الطلاب مرات. بحكي عندي اولاد اثنين مثلا، او عندي بنات ثنتين، اوكي، او عندي شخصين مما كان يكونوا مثلا ايهم وسارة، محمد ولينا، اي شخصين عندي محمد وايهم. حكيت لايهم يا ايهم خذ 5 دنانير، وحكيت لمحمد خذ زي ما اخذ اخوك. هل هنا باي ريفرنس ولا باي فاليو؟ باي فاليو، خذ نفس قيمته، خذ زيها، اوكي. فبالتالي لما نعيد المثال، عندي اولاد اثنين، واحد اسمه ايهم واحد اسمه محمد، اخذ محمد ايهم سوري 8 دنانير، بقول لمحمد خذ زي اخوك 8. زي اخوك، بالتالي ايهم معاه قيمه 8 دنانير الخاصات فيه، ومحمد معاه 8 دنانير الخاصات فيه، بس شو العلاقه بيناتهم؟ انهم كانوا متساويين. اجت ام محمد اعطت لمحمد كمان 8 دنانير ثانيات، صاروا 16. هل الفلوس اللي مع ايهم بتتاثر؟ ما راح تتاثر، لانه هذا اخذ 8 وهذا اخذ 8، حصل على مصدر بطريقه اخرى محمد على مبلغ اخر 8 دنانير فصار معاه 16. فهذا لا يصيرش نحكي نقول والله ايهم معاه 16 زي محمد، لا ما معاه، هذا معاه 8 خاصين فيه، هذا معاه 8 مختلفين عن الثمانيه الاولى، فبالتالي ما بنقدر نقول ايش انه عنده نفس المبلغ. طب نشرح نفس المبلغ مبدا على الاريه الريفرنس. الريفرنس مختلف، عندي ايهم وعندي محمد، وعندي مبلغ من المال واضعه على الطاوله. فاجيت قلت لايهم يا ايهم المبلغ اللي على الطاوله الك مثلا هو 100 دينار. فبعد شوي لما اعمل ريفرنس برجع باجي بقول يا محمد ترى كمان انت المبلغ اللي على الطاوله اللي حكيت عنه انا لايهم كمان هو الك. فالان منين يعني بيقدر صار معطى امر من كم شخص تصرف بالمبلغ؟ لاثنين، لايهم ومحمد، مبلغ 100 دينار. فصار له ريفرنس اثنين، واحد ايهم واحد محمد، لانه نفس المبلغ بنفس المكان على الطاوله، حكيت لهم الكم، اي واحد بيحتاج فلوس ياخذه. كان اول شيء لايهم، بعدين حكيت لمحمد مبلغ تاع ايهم اللي على الطاوله كمان الك بتقدر تتصرف فيه. فاجى ايهم اشترى، او سوري محمد اللي جديد ضفناه، اشترى ب 50 دينار منهم، كم ظل 50؟ هل ايهم بتاثر؟ طبعا بتاثر، لانه مبلغ مشترك بيناتهم، ريفرنس تو ريفرنس له، ريفرنس محمد وريفرنس ايهم. بيجي ايهم بعد شوي بقول بابا لقيت 50 دينار بطلوا 80، بطلوا 100. بقول له اوكي، اكيد الريفرنس الاخر هو اللي تصرف بالمبلغ. نرجع مره ثانيه، اجى محمد مثلا حصل على مبلغ معين 100 دينار، قال انا كل شيء بدي اتعامل معاه راح اتعامل مع الريفرنس، بمسك ال 50 القديمه اللي كانت موجوده على الطاوله وبضيف عليها 100 دينار، صار الرقم 150. لما ايهم يرجع على الطاوله بيلاقي 150، هل بتاثر ولا ما بتاثر المبلغ اللي على الطاوله؟ بتاثر، لانه هذا المبلغ معروف انه مشترك بين ايهم ومحمد، واي شخص بياخذ منه او بيزيد عليه بصير مشترك لهم كلهم. زياده او نقصان الاثنين بتاثروا فيه. فانا بتمنى انه ان شاء الله انكم فهمتوا من خلال المثال. فاذا لو نعمل رن للبرنامج هذا ونشوف النتائج،
الآن أول مرة كان شوفي بالمصفوفة، طبعا القناصر مصفوفة أول مرة، 1 2 3 4 5 طبيعي هاي الأرة. راح هون بالمنطقة هاي استدعينا الموديفاي أري اللي بعثنا لها المصفوفة، رجع نفس المصفوفة الموجودة في المين حب يطبع عناصرها، تأثرت ولا ما تأثرت المصفوفة الموجودة في المين؟ تأثرت فعليا، صار كل عناصرها اللي هي الأري، احنا ما بنحكيش عن أري 2 هون، طبعا أري طلعت 1 2 3 4 5، ردينا بعد ما استدعينا وارسلنا الريفرنس لأري 2، أري 2 عمل تغييرات فلقت أري رجعت على أري تفقدناها، ولا انا صار 2 4 6 8، طب ليش؟ لأنه هاي باس باي ريفرنس. طب لو ودينا 8 لمصفوفة اسمها أري كان عنصر 8، راح إليمنت أخذها استقبلها وضربها باثنين صار 16، نرجع على الأري أوف الثلاثة بظل 8 ولا بصير 16؟ بظل 8، وهذا اللي وضحناه قبل شوي ب الباوربوينت، انه لو تصير 16 element ما هذا لا انه باي فاليو زي القيمه نفس القيمه، فبالتالي ما تاثرت. فبتمنى ان شاء الله تكون هذا المثال وضح لكم. فاذا مثل ما حكينا لكم عندنا ان شاء الله الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس، حكينا لكم الاليمنتس بباس باي فاليو والاري باس باي ريفرنس. اوكي هذا المثال قبل شوي شرحنا لكم اياه. اتوقع لهون يعني ان شاء الله بنكون غطينا المادة بشكل ممتاز. شوف بس اذا في شيء معين ممكن ازيد لكم اياه. طيب ظل فيه موضوع آخر، هذا الأمثلة كلياتهم مش داخلين معاكم، راح أحكي لكم بالضبط المادة، هذا شرحناه تتذكروا شو فيه جدا شرحناه. ظل موضوع أخير اللي هو 2 dimension array، راح نشرح لكم إياه. 2 dimension array مصفوفات ذات البعد الثنائي، مصفوفات ذات البعد الثنائي، والجاكد اري ما بدناش اياه، بس 2 دايمنشن اري بس فقط لا غير. 2 دايمنشن اري اشرح لكم اياه. هذا ال 2 دايمنشن اري بحاجه الى دبل لوب. دبل لوب طبعا شو دايمنشن 2 دايمنشن اري؟ طبعا بس يعني معلومات لكم، ما بدي اعطيكم الكودز والاشياء، خليكم بس تستفيدوا من هاي المعلومات مستقبلا اذا بتعرفوا. المصفوفات عندنا مصفوفات ذات البعد الواحد، مصفوفات ذات البعدين. مصفوفات ذات البعد البعدين اللي بيكون فيها عدد من الصفوف وعدد من الاعمدة، هذا بنسميه ايش؟ هذا عمود، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، وهنا الصفوف، الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث. بيبدأ العنصر الصف الاول نعطيه صف رقم 0، والكولوم الاول كولوم رقم 0 زي المصفوفة المصفوفة لم. الاندكس دائما بيكون في فاصل منقوطه، سوري فاصله بين ايش؟ بنقول A of الصفر والصفر، يعني الموقع اللي الصفر رو الاول هذا يمثل الرو والصفر الثاني يمثل الكولوم. صفر لان الرو ثابت هيو، صفر وواحد الكولوم، صفر واثنين، صفر وثلاثة. فإذا مصفوفة، إذا حكينا عندنا مصفوفة من أربعة أعمدة وثلاثة صفوف، أربعة ضرب ثلاثة يساوي 12، فإذا فيها 12 عنصر، فيها 12 عنصر. إذا الأري نيم اسم المصفوفة A مثلا، سكوير براكتس عشان يدلوا على الأري، الاثنين الإندكس أوف الرو، والثلاثة الواحد هنا مثلا الإندكس أوف الكولوم. بس هذا موجود عندنا، موجود الكود تاعها سهل وبسيط جدا، ما راح ادخل بتفاصيل بس اعطيكم معلومات عنها للمعرفه. اوكي عندك هون زي هيك، خلينا اشيل التظليل هذا على اساس اوضح لكم. الان عندنا الفاصله هون تدل على انها مصفوفه ذات بعدين، اذا وجود الفاصله هون بين السكوير براكتس تدل على مصفوفه ذات البعدين 2 dimensional array، وهون بعدين اسمها. الان اول صف بيوضع بين كيرلي براكتس وبعديها يتبع بايش؟ يتبع بفاصله، وثاني صف يوضع بايش؟ كمان بين كيرلي براكتس. فاذا الصف الاول شو عناصر الصف الاول؟ واحد وواحد، واحد واثنين. عناصر الصف الثاني اثنين ثلاث واربعه، نروح على الباوربوينت بس سريع نمثل لكم اياها، ناخذ سلايد جديد، نيو سلايد، اوكي، نعمل انسيرت لكلهم هيك قبل شوي كانت مصفوفة ذات البعدين، مصفوفة ذات البعدين
طبعا مصفوفة ذات البعدين. هاي المصفوفة ذات البعدين في عندنا كان عنصر قبل شوية، شوف شو عاملين، واحد واثنين، إذا واحد تخزن هون واثنين تخزنت هون، هون ثلاث وهون أربعة. كيف عرفنا إنه هذا في الصف الأول؟ بالصف الأول طبعا أنا من هون center والalignment للسيلز، هاي السنتر عندنا هون، خلينا نكبر الفون سايز. اوكي، فإذا عندنا مصفوفة ذات البعد الواحد ومصفوفة ذات البعدين هيك يكونوا متساويين. مصفوفة البعدين هنا واحد كيرلي براكت، إذا بداية الصف الأول، بداية هذا الصف، ووضعنا واحد في العنصر الأول، وضعنا اثنين العنصر الثاني، ثلاث وهذا. لو حكيت لك اكتب لي هون بجنب كل واحد شو الاندكس تاعه، هذا الاندكس اي صف، الصف طبعا ببلش برقم زيرو، بنقول ايش زيرو، هذا له اسم بنسميه A، بعد شوي خلينا بمثلكم اياها، هذا A اوف الايش، طبعا هذا العنصر المكان الاول هذا بنسميه، مثلا نفرض اسم المصفوفة A، A اوف الزيرو فاصل الزيرو، وهذا A اوف الزيرو، صف لسه زيرو، والعمود صار رقم واحد لأنه العمود نفس الشيء، هذا A of الصف صار رقم واحد والعمود رقمه زيرو، هذا A of الصف رقم واحد والعمود رقم واحد، بهيك الاندكس تاعها، هنسميها مصفوفات ذات البعدين. طبعا في كثير مصفوفه كمان، في بنسميها مالتي دايمنشنال اري او الجاكد اري، اللي هي مالتي دايمنشنال اري يعني ممكن اذا في رسمه هون هاي زي هيك، بيكون عندك مصفوفه فيها الصف الاول في عمودين، الصف الثاني في عمود واحد، الصف الثالث في ثلاث اعمده، كل صف له عدد اعمده مختلف موجود هذا ويمكن برمجته بالسي شارب. هاي معلومات للمالتي دايمنشنال اري تو دايمنشنال اري فقط لكم يعني للمعرفه، ما راح اطول عليكم الماده اكثر من هيك من اللي شرحناه كفايه، وبتمنى انكم استفدتوا منه. اذا بس لاثبت المعلومه، احنا وصلنا في المثال اللي شرحناه كان صفحه رقم، ركز لكم بس اساس ما تلخبطوا، هذا المثال اللي هو 306 شرحناه، ووصلنا لعند ايش؟ لعند هون 306 307 307. اذا هذا التايتل بظلل لك اياه بلون، مثلا اذا في هذا اللون، هذا التايتل غير داخل معنا بالماده، اذا الماده كامله داخل معنا ما عدا ايش؟ ما عدا المظلل باللون هذا اللي امامكم لحد الان، قبل هيك بالمصفوفات فكل الماده داخل معاكم. اذا بتمنى لكم التوفيق، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، هيك ان شاء الله ختمنا الماده المطلوبه منا، وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح والفلاح، والله ييسر اموركم. بطلب منكم انكم تسامحوني اذا اخطات في يوم من الايام على واحد منكم، واذا قصرت بالشرح معاكم. سامحوني إذا يوم من الأيام تأخرت في جواب أحد منكم من الطلاب، شكرا لكم، ظرف كان استثنائي، فبالتالي وجد التعاون كبير جدا من كثير من الطلاب وحبوا يتعلموا، للأسف عدد قليل جدا ما كان باذل جهود، فبتمنى أنه لما يسمع هذا الفيديو ويشوف هاي المحاضرة يبذل جهوده في مجال معاك دائما موجود للتحسين والتطوير. بتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله تكونوا سالمين، وان شاء الله الغمه تزول عن العالم كله، وان شاء الله دائما الله بيحمينا من كل الامراض والاسقام بشكل عام. وفي دعاء يعني، اللهم اني اعوذك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، ففعليا يعني شوفوا فيروس بسيط جدا، هذا انا بعتبره من سيء الاسقام، فيروس بسيط جدا يعني كيف قلب حياة العالم، وقديش الاقتصاد قوي، وقديش العالم قوي، وقديش التكنولوجيا والحرب النووية، وقديش في تطور، ولكن سبحانك يا الله فيروس بسيط جدا حتى لو من صنع الإنسان، طبعا هو هذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وإن كان من يعني الله سبحانه وتعالى سلطه علينا، بس حتى إنك تعرف أنت قد ما تطورت ستيل أنت ما بتعرف أي شيء، فهذا درس إلنا جميعا، نتواضع، نحترم بعض، ندير بالنا على بعض، نكون إيد واحدة، ونقدر بعضنا البعض.
بتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، بتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، ادرسوا، ابذلوا جهودكم، يعني ركز على إنك تفهم، دائما بركز على المعلومة، أنا افهم الدرس، افهم العلم، طبق، طبق، ثم طبق، ثم طبق، دائما التطبيق أساسي في البرمجة. وبعدين اهكل هم العلامة، ما تهكل هم العلامة، العلامة هي الأساس، ودائما سؤالك عن العلامة، ودائما كيف بدك تجيب العلامة. اللي بيتعب معي أنا معروف، اللي بيتابع معي، اللي بيشتغل معي، اللي بيتابع، اللي بيحل واجباته، اللي بيركز على دراسته، دائما ان شاء الله بيحصل على علامه كويسه، وبتكون بيكون مبسوط منها. يعني هو كل طالب يعرف ترى قديش بذل جهوده، وقديش عماله بيجيب علامات، وقديش يعني يستحق. ان شاء الله دائما راح تاخذ اكثر مما بتستحق لمراعاتكم ومراعاه ظروفكم، وبعرف انكم تبذلوا جهود. انا ما عندي عقده العلامه، باكد ما عندي، يعني ما بهمني، بالعكس بنبسط اذا الطلاب عندي بيكونوا شاطرين، بنبسط اني احط طلابي علامات ما دام باذلين جهود. واخر كلمه يعني برجع اعيد واكد انه سامحوني على اي خطا، ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم، والسلام عليكم.